جايز جود ايفنينج. اليوم الحمد لله رجعت البيت وحرجع لموضوع اختبار ايلتس. لما تحجز اختبارك هل المفروض تحجز في البريتش كونسل ولا الاي دي بي؟ وايش الفرق بينهم ومتى تختار ايش؟ عشان انزل هذا السنابات لانه اختبرت اختبارات ماضيه في البريتش كونسل وما كان صار لي فعلا اختبرت في الاي دي بي، مع انه سمعت عنه كثير واعرف انه جهه موثوقه. فرحت حجزت اختباري في الرياض، والاسبوع الماضي ممكن بعضكم عنده فكره انه حجزت اختباري وفعلا رحت اختبار الاي دي بي عشان اقارن بينه واقول لكم اذا فعلا في فرق، اذا فعلا في حاجه اقول لكم هي. مبدئيا واول حاجه اساسيه، الفرق بين الاختبارين ما في من ناحيه الاختبار، من ناحيه المحتوى الاختبار نفس الاسئله، نفس طريقه الاسئله، الاختبار نفس السعر، الاختبار في الاثنين ونفس الاعتماديه. يعني اذا انت اختبرت في البريتش، اذا رحت في اي مكان في العالم راح تنقبل، اذا اختبرت في الاي دي بي من اي مكان في العالم راح تنقبل في كل مكان. فمن ناحيه وثوقها ما في فرق بينهم، فقط في ملاحظه انه البراند حق بريتش كونسل اقدم. البريتش كونسل موجود، يعني المركز الثقافي البريطاني موجود من 50 سنه، فتره طويله جدا في السعوديه. الاي دي بي نوعا ما جديد في السعوديه، فاحنا ما نعرف عنه كثير، ما سمعنا عنه كثير، وهذا احد الاسباب اللي انا ما اختبرت عندهم. كل اختبارات الخمسه الماضيه كلها كانت في البريتش، لانه ما تفرق، ما فرقت. فالاي دي بي نفس الفكره، ما فرقت من ناحيه كفرق في الاختبار. السؤال الطبيعي عبد الرحمن، طب ليش عقدونا الموضوع؟ ليش ما كان عندنا وبريتش وخلصنا؟ او مثلا ليش ما كان عندنا اي دي بي وخلصنا؟ الاجابه انه عندنا ثلاثة جهات تصنع اختبار ايلتس. لما تختبر اختبار ايلتس في ثلاثة شركات تشتغل مع بعض. شركة كامبريدج، كامبريدج هذه عبارة عن الاكزامينيشنز، هذه هي اللي تصنع اختبار الايلتس، الاسئلة بتجي لك من كامبريدج. هذه جزئية. الجزئية الثانية البريتش والاي دي بي هي شركتين زي الشركاء. انا شريك، انا واخويا سوينا اختبار ايلتس، فانا مثلا بريتش، اخويا اي دي بي، فهم عباره عن شركاء، وكل شركه بتقدم هذا الاختبار. يعني هي تاخذ الاسئله من الكامبريدج وتضبطها وتضبط القاعات، الامور هذه والتجهيزات، الموضوع هرجه. فهي جهتين تقدم الاختبار وتعتبر شركاء للايلتس، عندهم نسب معينه. ففي نفس الوقت يعتبروا شركاء وفي نفس الوقت يعتبروا منافسين نوعا ما. خليني اخذ دقيقه واحده واقول لكم اللي متابعني من فتره جديده وما هو فاهم ايش اللي قاعد اتكلم وايش كلامي، لانه فعلا اليوم الموضوع جدا عميق، فخليك معاي شويتين. اليوم بتكلم عن هذا الموضوع المعقد نوعا ما وبشرح فيه، وان شاء الله بكره بتكلم عن مذاكره الايلتس نفسها، عن تكنيكاتها ان شاء الله بشكل يعني بشكل مبسط اكثر. الحين خلينا نكمل. الفرق بين الشركتين هذولا فقط يعتمد على البرامج التسويقية، اهتمامهم بجودة الاختبار، اهتمامهم بالترتيب، اهتمامهم بتقديم الاختبار، يعطوك موية ما يعطوك قبل ما تدخل الاختبار، جودة المقيمين في الاختبار، بس هذه الأمور. يعني الاختبار هو نفسه، فقط طريقة تقديم الاختبار وتجهيزات الاختبار هي اللي بتفرق. نيجي للفروقات البسيطة اللي بينهم، لأنه فعلا في فروقات. رقم واحد، البريتش كونسل زحمة مقف في الاختبار الورقي، في الاختبار محوسب دائما فل. فتعرف لما تكون أمور زحمة بعض الأحيان الطوابير تكون طويلة، يكونوا بعض الأحيان شديدين في القوانين، يقول لك لا أنت تأخرت خمس دقائق. لا، أنا فعلا شفت مثلا شخص جاء قبل الاختبار وبعد المفروض الوقت اللي يكون بخمس دقائق، هم فعلا يعني في الاي دي بي فعلا اتصلوا عليه، السلام عليكم، كيفك، فينك، اختبارك محادثة باقي خمس دقائق. No one does in British. Never happen. أنا مرة تأخرت يعني يا دوبي لحقت على آخر كم دقيقة في الموعد وما حد اتصل علي. ف يعني طبيعي. لما طبعا زي ما قلت لكم البريتش معروف عشان كذا زحمة دائما، لأنه من الناس ما يعرفوا شيء اسمه اي دي بي. ففي بعض الأشياء خلاص هم عارفينها وعندهم ست، يعني عندهم قوانين وما زي ما يستحملوا أي تأخير وما يستحملوا أي حاجات ممكن تصير. فالفلكسبيليتي المرونة عندهم أقل بكثير من الاي دي بي. هذه نقطة ملاحظها. الثانية هي مقرات الاختبار. البريتش بعض الأحيان يتجه إنه يكون مقراته يعني يوم الاختبار بتختبر في فنادق خمس نجوم، فنادق أربع خمس نجوم، بجزء أحسن من فصل أو قاعة، صح ولا لا؟ فأنا اختبرت مثلا أربع اختبارات ورقية، فكان طبعا الاختبار المحوسب دائما موجود في المعامل أو مقرات اختبارات زي فصول، لأنه أكيد معامل لازم تكون تجهيزات موجودة، فالاختبار المحوسب المقرات حقته زي بعض، لكن الاختبار الورقي في الآي البريتش يتجه بعض الأحيان بنسبة 60-50-60% إلى الفنادق، واحجزها في الفنادق،
ويرسل لك اللوكيشن طبعا قبل الاختبار. الاي دي بي معظم الاحيان يكون على القاعات الدراسيه، فصول قاعات يعني، ففي اماكن تعليميه. فانا ما اقدر ما اقول انها ايجابيه ولا سلبيه، لكن اتس ا ديفرنس، حاجه لقيت ان فيها فرق. ف لكن الامور والتجهيزات اكزاكتلي زي ما هي. من الثالث انه في بعض مقرات في بعض المدن في السعوديه دحين ما بيجيني يعني ما بتذكرها بالضبط، المقرات فقط موجوده عند البريتش كونسل، اي دي بي ما عندهم مقرات يعني تقريبا. طبعا المدن الاساسيه في كل مدينه، مثل في جده، الرياض، الدمام، الخبر، المدينه، اتوقع احتمال المدينه، مدن جده كثيره، تقريبا اربع خمسه مدن فيها المدن الكبيره في السعوديه فيها الاي دي بي والبريتش مع بعض. حتى مدن العالم نفس الفكره، الامارات نفس الشيء، دول الخليج بشكل عام، انه في نفس المدينه دائما يكون مركزين، لكن لانه البريتش اكبر ففي المدن النائيه والمدن الاصغر نوعا ما البريتش موجود عندهم، ما عندهم اي دي بي. فهذه نقطه مميزه اذا انت عايش مثلا في مدينه مثلا جازان الى اخره، فاحتمال كبير انه يكون عندك بريتش وما يكون عندك اي دي بي. هنا نقطة مرة مهمة اللي هي مواعيد حجز الاختبار. البريتش دائما زي ما قلت لكم معظم الأحيان زحمة، أو هم بيحاولوا زي ما يقولوا إنه يكبروا ساعاتهم، ياخذوا فنادق كبيرة عشان يحجزوا، ياخذوا عدد أكبر، لكن دائما زي ما يقولوا إنه معروفين أكثر، أو فدائما المواعيد عندهم بعيدة. يعني إذا تبي تختبر في أقرب وقت، أقرب وقت ليك بعد 3 أسابيع، which is crazy، بمرة بعيد 3 أسابيع، بقي لها شهر تقريبا أو بأسبوعين. فأنا دائما عشان كذا كنت أقول إنه أحجز قبل بعد أسبوعين او قبل اسبوعين من اختبارك. لكن العكس، الاي دي بي اختبار السلوت عنده اكثر، وفعلا عنده بعض الاحيان عنده سلوت في يوم الخميس، كل يوم سبت، لهذا بالنسبه لاختبار ورقي. الاختبار المحوسب عنده تقريبا حرفيا كل يوم ما عدا يوم الاحد، وعنده اكثر، فهم مور فلكسيبل وعندهم وقت، يعني زي ما نقول انه مواعيدهم اسهل. فاذا تبي تحجز في اقرب وقت ممكن تحجز بعد 3 أيام 4 أيام في خلال اسبوع. ف فيري جود بوينت. لكن طبعا بشكل عام بعض الاحيان بالنسبة للترتيب والتنظيم، أنا لا يعني بحث مو بنفسي، لأنه طبعا الكلام هذا مو بقوله كتجربة عبد الرحمن فقط، الحمد لله هذه الأيام يعني مو بس قاعد أتكلم عن تجربة، أتكلم عن تجارب المئات وعشرات الناس اللي داخلوا اختبار، وسألتهم بالتفصيل، قلت لهم يلا قل لي إيش اللي صار معاك في البريتش، إيش اللي صار معاك في الاي دي بي، إيش الفرق، إيش اللي كان. فمن ناحية الترتيب والتنظيم الاثنين ممتازين ممتازين ممتازين، يعني الأمور مرتبة ما حتصير لخبطة. طبعا ما عدا بعض الاستثناءات، يعني بعض الحين تصير أغلاط، بعض الحين تصير ظروف، مثلا مرة تخرب كمبيوتر مثلا في قاعة معينة، فإلي لقيته إنه صح بعض الحين تصير حالات سيئة وحالات يعني عدم تنظيم وتخبيص بنفس النسبة، يعني ما في نسبة أقول عليه مرتبة أكثر ومنظمة أكثر من الجهة الثانية، لأنه وصلتني شكاوى بنفس المعيار. يعني اللي اشتكوا من البريتش مثلا 2-3 اشتكوا من البريتش، 2-3 حيكون اشتكوا من الاي دي بي. المصادر المجانية، البريتش يعطيك كتاب كتيب الكتروني ويعطي لك دخول اونلاين على المنصة اللي هم، المنصة هذيك بتعطيك نبذة عن اختبار الايلتس باختصار، فيديوهات عن اختبار الايلتس، واحتمال انه يعطيك كتيب احتمال. البريت الاي دي بي بيعطي لك 30 ساعة تدريبية في نفس الموقع، يعني موقع مو نفس الموقع، موقع حقهم خاص بيهم. انا في مرة ثانية نبذة عن الايلتس، تكنيكات مو تكنيكات، تيبس الى اخره، اشياء زي كذا. فا ايوه من هذه الناحية ممكن البريتش، ايوه البريتش بتعطي فيزيكال حاجة ورقية ليك، فيها اختبار اختبارين تجريبيين، نبذة عن الايلتس السريع. فمن ناحية نار بيج ديفرنس، يعني ما بتاخذ كنز كذا يعني سبحان الله، لكن ايوه حاجتين مختلفتين. البريتش بيعطي شويه حاجه اكثر. في اشياء ثانيه زي تغيير الاختبار، كنسله الاختبار، الامور هذه، اعاده تصحيح، في فروقات بسيطه بينهم. الاي دي بي لقيته شويه مرن في هذه الناحيه، لقيته انه ارخص في موضوع اعاده التصحيح، لكن القوانين يعني شويتين بقول لك ب 10 ريال مو ب 500 ريال. ف الامور هي نفسها، القوانين زي ما قلت لكم، انه الايلتس ما هي جهه قاعد تخترعها، في جهه مركزيه اللي هي الكامبريدج، والاي دي بي والبريتش شغالين انهم بيعطوا، هم زي حقون الدليفري حق اختبار الايلتس باختصار، هم اللي بيقدموا الاختبار، لكن الجهه اللي بتصنع الاختبار هي الكامبريدج، وهي اللي بتصنع القوانين والشروط والانظمه حقت الايلتس اللي انت بتشوفها، وهي لازم تكون نفسها، ومجبورين انه دائما يخلوها نفسها، مجبورين انه الاختبار يبقى معيار ويبقى عالمي، انه ما يبغوا في يوم من الايام احد يقول لك الاي دي بي ترى كان اسهل وجبت فيه 7 والبريتش جبت فيه 3، هذا الشيء ما يجي. السؤال عبد الرحمن، طب احجز فين؟
اختار اي مركز. فرقم واحد شوف ظروفك، هل انت في مدينه ما في اي دي بي فاحجز بريتش، او مثلا انت في مكان معين ويكون انسب لك جدا ومقر الاختبار جدا قريب وكان اختبار اي دي بي مثلا مقره اكبر اقرب احجز فيه. طبعا هذه نقطه، وهنا اقول فول ستوب، وانت اختار الامور زي بعض، نفس الدرجه نفس التقييم، بس حاجه فروقات بسيطه. الاي دي بي نوعا ما مرن وافضله نوعا ما، خصوصا بعد ما لقيتهم في ارض الواقع وجربتهم. فلكن مره قريبين نفس الشيء، يعني ما بميل جهه، بقول لك الموضوع very يعني قريب. لكن 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 حطوا عليها 2000 خط. الفتره الاخيره اعلنت عن حاجه اسمها التسجيل المخفض للايلتس. فكرته انه الحمد لله تعاقدت مع الاي دي بي، الجهه اللي دحين قبل شوي قاعد اقول لكم عليها، تعاقدت معاهم، ومن خلال التعاقد هذا بقدم لكم انك يمديك تسجل اختبار الايلتس ب 915 ريال بدل 1155 ريال خلال علاقتي المعقده معاهم نوعا ما. يعني الفكره انه انا اللي بتكفل بالمبلغ بدفع من جيبي عشان تدخل اختبار، طبعا ما نستفيد منه ماديا، هي فكره خدمه. الحمد لله صراحة مرة فخور بالشيء اللي قادر أقدمه، وخصوصا هذا الموضوع اللي 240 ريال إنه ينقل يكون أقل من اختبارك، والاختبار المبلغ الاختبار الفعلي أخذ مني شهور وترتيب وساعات وكرف وأنظمة وجهز الموقع، هرجة طويلة طبعا. متأكد إنها هتخدمكم بشكل جدا رهيب. فطريقة التسجيل بهذه الطريقة اللي أسميها طريقة تسجيل مخفضة، وتسجيل عن طريق عبد الرحمن، ليها رابط خاص، ما هو عن طريق الاي دي بي نفسهم، او طبعا البريتش ما له علاقه بالموضوع حاليا. صراحه انحيازي ما هو موجود لاي شركه وجهه اي جهه معينه، انحيازي كله ليكم. فحتى لو كذا قالوا لي يوم عبد الرحمن مسوي لنا كذا وحنعطيك الاسئله، حسويها اكيد. يعني موضوع اليوم كان مرة عميق، ومعليش ضيعتكم في الترمينولوجيز والأشياء العميقة اللي صراحة ما بتساعد، يعني ما هذا السنابات ما حتساعدك إنك تجيب درجة أعلى، لكن بتوضح لك وتوضح لك الفروقات. صراحة المفروض تعرف، خصوصا أسئلة كثيرة بتسألون عن هذا الموضوع، فكويس إن تكون عندكم فكرة عميقة، وأنا على الأقل يكون عندي فكرة عميقة وأقول لكم إيش الفروقات بالضبط وإيش المفروض تختار. والإجابة باختصار there's no difference، اختار الأنسب لك. لكن موضوع التسجيل المخفض موجود لفترة معينة، استغلها استغلها استغلها.